بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا ونحن بصدد القراءة في الدروس والعبر من تاريخ المسلمين، وكنا ما زلنا في الفترة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا من الكلام على غزوة بني قريظة وما كان فيها من الدروس والعبر. ونذكر اليوم إن شاء الله مواقف في سرية دومة الجندل. ودومة الجندل يعني بلدة في منطقة الجوف شمال المملكة العربية السعودية، تكون في الشمال الشرقي من تبوك، وهي قريبة من بلاد الشام والعراق، وكانت ملتقى تجارات الشام والعراق كانت تمر بها، وهي تبعد عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم 600 كيلو متر إذا أخذنا بالقياس المستقيم، لكن في طريق الوصول إليها يعني المسافة 900 كيلو متر. يعني إذا أخذنا من المدينة إليها في طريق المستقيم فهذه 600 كيلو متر، لكن إذا أخذنا في الطريق الذي يوصل إليها يذهب إلى تبوك، يمر بخيبر ثم تيماء ثم تبوك ثم ينحرف يمينا إلى منطقة دومة الجندل، وهي يعني في ناحية بلدة تسمى سكاكة. والمسافة في السفر إليها تقطع 15 يوما إلى 16 يوما، والمسافة بينها وبين دمشق 5 ليالي، يعني هي أقرب إلى الشام، أقرب إلى الشام منها إلى المدينة. وكان فيها تجمع من الناس يقطعون الطريق ويسلبون التجارات من أصحابها، يأخذونها عنوة لمن مر بهم ويوقعون به الأذى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا فسار إليها مرة قبل ذلك في سنة 5 بعد 49 شهرا من مقدومه على المدينة، سار إليها في 1000 رجل عليه الصلاة والسلام، وكان يكمن بالنهار ويسير بالليل، يعني زيادة في التخفي. فهجم عليهم فجأة فوجد الرعاة ففروا الرعاة وتركوا الغنم والإبل فأخذها، ثم دخل على دومة الجندل فلم يجد فيها أحدا إلا رجل أمسكوا به وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، ثم أخبره أن أهل دومة الجندل هربوا منها. فمكث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما فلم يأتي أحد ثم عاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له هدفان في السرية الأولى غير هذه السرية، غير سرية هذه السرية كان التي نحن بصددها، هذه يقودها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لكن السرية الأولى كان يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان له هدفان، الأول نصرة المظلوم وإحقاق الحق والقضاء على قطاع الطريق واللصوص، والهدف الثاني كان أنه يقترب من الروم، كان يقترب من الايه؟ من الروم. وقد بلغه أن ذلك يرعب قيصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقترب منه في غزوة ويعود ليسمع قيصر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع 900 كيلومتر عن المدينة، إذن هناك قوة للمسلمين، هناك قوة للمسلمين. ولذلك بعض البلاد التي كانت في الطريق عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم، أخذت منه عهدا وعقدت معه صلحا
وذلك كله يدل على أن المسلمين أصبح لهم قوة. وهذا الأمر يعني كان في السنة الخامسة، أما هذه فبعد غزوة الأحزاب وبعد غزوة بني قريظة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عبد الرحمن بن عوف وأخبره أن يسير يعني إلى دومة الجندل، وهذه كان معه 700 رجل. الغزوة الأولى كان فيها 1000 مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها 700 رجل. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فقال: تجهز، فإني باعثك في سرية من يومك هذا أو من غد إن شاء الله. قال ابن عمر: فسمعت ذلك فقلت: لأدخلن فلأصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الغداء، يعني صلاة الصبح، فلأسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف. قال: فغدوت فصليت فإذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا يدل على التلازم أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم في كل حدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: وناس من المهاجرين فيهم عبد الرحمن بن عوف، وإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل فيدعوهم إلى الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن: ما خلفك عن أصحابك؟ وكان أمره أن يسير في الليل، فانتظر حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما خلفك عن أصحابك؟ قال ابن عمر: وقد مضى أصحابه في السحر، يعني قبل الفجر، فهم معسكرون بالجرف وكانوا 700 رجل. فقال: أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك، يعني آخر عهدي بالمدينة أن يكون بك، لأنه لو مشى في السحر يكون النبي صلى الله عليه وسلم نائم، فهو أراد يصلي معه الصبح ويسلم عليه ثم يخرج إلى الغزو. هذا فيه أيضا توقيرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وتبركهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. والتبرك يجوز بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، ولا يجوز بغيره من البشر، لا يجوز بأحد من البشر. فقال: وعلى عبد الرحمن بن عوف عمامة قد لفها على رأسه. قال ابن عمر: فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عممه بعمامة سوداء فأرخى بين كتفيه منها ثم قال: هكذا فاعتم يا ابن عوف. قال: وعلى ابن عوف السيف متوشحة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: متوشحة يعني معلقه زي الوشاح، يعني الوشاح بتاع القاضي، هو ليه وشاح كده ومعلق فيه اللي معلق فيه السيف، متوشحه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله. هذه النصيحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بها عبد الرحمن ابن عوف. فقال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. قال ابن عمر ثم بسط يده. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحه نصيحة ما ينصح بها المقاتل المسلم. المقاتل المسلم مقاتل شريف، مقاتل شريف لا يعرف الغدر ولا يعرف الخيانة ولا يعرف التمثيل بالجثث ولا يعرف قتل النساء ولا قتل الأطفال ولا شيء من هذا، يعني هو يقاتل الرجال الذين يقاتلون، وهذا شرف الايه؟ شرف القتال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغزوا باسم الله. وهذا فيه ان الانسان ينبغي عليه ان يستفتح كل شيء يفعله باسم الله، باسم الله، يعني مستعينا بكل اسم لله. الباء هنا للاستعانة، الباء في باسم للاستعانة، واسم نكرة، والنكرة تفيد العموم.
أي أنا أستعين ليس باسم واحد من أسماء الله، وإنما أستعين بكل اسم لله، يعني لأن الاسم هنا جاءت نكرة فتعم جميع أسماء الله. فقال بسم الله أي أستعين بسم الله. فإنسان إذا قرأ يقول بسم الله، وإذا أكل يقول بسم الله، وإذا شرب يقول بسم الله. فهو يستفتح أي بسم الله، أي أستعين بالله على القراءة، أستعين بالله على الكتابة، أستعين بالله على الطعام، على الشراب، على كل فعل يفعله الإنسان يستعين فيه بالله. فقال اغزو بسم الله أي استعن بالله على الغزو، استعن بالله على الغزو. وفي سبيل الله أي أن الإنسان لا يقاتل إلا في سبيل الله، لأنه من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالإنسان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا من أجل الغنيمة ولا من أجل الدنيا ولا من أجل القبيلة ولا من أجل السمعة ولا من أجل الشجاعة، وإنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والأعمال جميعا التي يفعلها العبد ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فقاتل من كفر بالله، قاتل من كفر بالله، وهذا فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الكفار. ولاحظوا هنا أن الكفار هؤلاء لم يأتوا إلينا في بلادنا، لأن بعض الناس ومن سار خلفهم يعني من الفقهاء يحاولون التلبيس على الناس أن الجهاد عندنا جهاد دفع فقط، حتى تجد هذا في كلام كثير من أصحاب العمائم وغير ذلك ومن المنتسبين إلى العلم، يقولون الجهاد عندنا جهاد دفع، جهاد دفع ورد للعدوان، هذا نوع من الجهاد، هذا نوع من الجهاد. إذا حل علينا العدو في بلادنا، إذا حل علينا العدو في بلادنا يجب علينا أن نقاتله، هذا شيء تفهمه القطة والحيوانات الصغيرة تفهمه، أي حيوان تهاجمه يرد يرد الهجوم، هذا شيء تفهمها حتى الحيوانات، هذا ما يحتاج إلى فهم. لكن مبادئة العدو بالقتال في أرضه هذا نوع من الجهاد، وهذا يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سار إليهم، بينه وبينهم مسيرة 900 كيلو متر ولم يهاجموا المدينة، يعني هؤلاء لم يهاجموا المدينة ولم يأتوا إلى المدينة ويسير إليهم في هذا المسير. وهذا يدل على أننا عندنا نوعان من الجهاد، جهاد الطلب وهو طلب العدو في عقر داره، وجهاد الدفع وهو دفع العدو إذا حل في بلادنا أو إذا هاجم بلادنا، وهذا موجود. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، هذا نوع من أنواع الجهاد. وقاتلوهم وقاتلوهم حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وقاتلوهم حيث وجدتموهم. وقول ربنا سبحانه وتعالى واقتلوا المشركين كافة، فالأمر هذا يدل على مبادئة العدو في بلده، نحن نخرج إليه في بلده. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعدهم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعدهم تدل على ذلك، لأننا وصلنا إلى الصين من ناحية وإلى فرنسا من ناحية أخرى. فهل الصين جاءوا إلى المدينة قاتلونا؟ هل الهنود أتوا إلى بلادنا قاتلونا؟ هل الروس أتوا إلى بلادنا قاتلونا؟ نحن ذهبنا إليه، نحن ذهبنا إليه. وهذا يدل على أن الجهاد نوعين، نوع فيه رد للعدوان، وفيه نوع الإيه؟ وفيه النوع الآخر وهو طلب العدو في عقر داره. والجهاد أصلا نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أن الجهاد المطلوب فيه ليس القتل، يعني ليس المطلوب من الجهاد عندنا القتل، وإنما المطلوب في الجهاد هو أن نزيل العائق الذي يحول بين الناس وبين أن يختاروا دينهم بحرية.
لأن الملوك والرؤساء والحاشية والبطانة تجبر الناس على اعتقاد معين وتحملهم عليه، ولا يستطيعون الفرار من هذا وإلا تعرضوا للتنكيل والتعذيب وغير ذلك. فإذا نحن يعني جئنا إلى هذه البلاد فقاتلناهم فانتصرنا عليهم، نعطي الناس الحرية في الاختيار، إما أن يختاروا الإسلام أو يختاروا أن يبقوا على دينهم، وفي هذه الحالة يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. يدفع الجزية يبقى على دينه، يدفع الجزية ويبقى على دينه، ويكون له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. فإذا لم يرضى بهذا ولا ذاك فالخيار الثالث السيف، الخيار الثالث السيف. إذن هنا في حرية في الاختيار، ويختار دينه، لكن في الحالة التي يختار فيها أن يبقى على دينه يدفع الجزية للمسلمين، يدفع الجزية للمسلمين. فهذا هو المقصود من الجهاد، وهو أن يكون هناك عرض للناس لاختيار الدين بحرية، يعني ليس هناك ضواغط عليهم كما يكون هناك إجبار من الكفار على اختيار الدين، ولو كان على الباطل فإنهم يجبرونهم على ذلك. فقال فقاتل من كفر بالله لا تغل. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قبل التقسيم، هو نوع من السرقة، يعني يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم الغنيمة فيأخذ منها. لا تغل ولا تغدر، لا يحل في ديننا الغدر. لا تغدر يعني إذا أعطيت عهدا لأحد من الكفار فلا تخفره فيه، يعني لا تغدر به، ما يقولوش أنا أمنتك خلاص عشان فالرجل يأتي فيروح يقتله، هذا نوع من الغدر. إذا أعطاه الأمان لابد أن يؤمنه، فقال لا تغدر لأنه لا يحل في ديننا الغدر. ولا تقتل وليدا يعني طفلا، لأنه لا يقاتل. قال ابن عمر ثم بسط يده يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اتقوا خمسا قبل أن يحل بكم يعني أمور مترتبة عليها. ما نقص مكيال يعني مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين، يعني إذا نقصوا المكيال والميزان أخذوا بالسنين، وهي سنين الجد، كسني يوسف عليه السلام يمتنع القطر من السماء وتمتنع الأرض عن النبات ويعيش الناس في قحط إذا نقصوا المكيال والميزان. ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم. إذا نكثوا العهد فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم عدوهم. وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عليهم قطر السماء، يمتنع القطر من السماء إذا منعوا الزكاة. ولولا البهائم لم يسقوا، لولا أن البهائم لا ذنب لها، يعني ينزل الله المطر لأجل البهائم، ونحن نشرب كرامة للبهائم، يعني نشرب المطر ينزل للبهائم ونحن نشرب، يعني ويكون هذا تبعا للبهائم. ولولا البهائم لم يسقوا. وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الطاعون. الطاعون هو المرض الذي لا علاج له، وكان في نوع من الطاعون قديما كان يخرج في الجسد على البقعة السوداء ثم تكبر تكبر حتى يموت الإنسان، لكن هو الطاعون يطلق على كل مرض لا علاج له، يعني لا يوجد له علاج، ويكون مرض وبائي بحيث أنه يأخذ أعداد كبيرة من الناس، مثل الإيدز، لكن الإيدز محدود لأنه غير وبائي، يعني لا ينتشر الانتشار السريع مثل الطاعون. الطاعون لو نزل في بلد ممكن يهلك معظم هذه البلد في أيام، يعني يهلكها، يكون أعداد كبيرة جدا تموت بسبب هذا الطاعون. قال وما حكم قوم بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعا،
يعني فرقهم ومزقهم وجعلهم شيعا أحزاب، وأذاق بعضهم بأس بعض، يقاتلون بعضهم البعض. فهذا يعني هذه عقوبات نتيجة المعاصي. قال: فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه، فسار حتى قدم دومة الجندل. دومة الجندل كان قديما يعني قبل الميلاد بقرون كان حاكم في هذه المنطقة اسمه دومة، كانوا اسمه دومة. والجندل أصلا تطلق على الحجارة، تطلق على الحجارة، فسميت باسم دومة الجندل يعني المدينة التي أقامها دومة من الحجارة. وكانت قوم مدينة حصينة جدا، لأن كان عبارة عن صخور وأحجار، والمدينة بنيت من الصخور والأحجار أيضا وحصونها كانت كذلك، فكانت من المدن الحصينة، فسميت دومة الجندل على اسم دومة هذا. والجندل هي الحجارة، الجندل هي الحجارة، يعني مدينة دومة التي بنيت بالحجارة. قال: فلما حل، يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بهم، دعاهم إلى الإسلام، فمكث بها 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام. وقد كانوا أبوا أول ما قدم، يعني أبوا عليه، أبوا إلا أن يعطونه شيئا إلا السيف. فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا وكان رأسهم، فكتب عبد الرحمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، وبعث رجلا من جهينة يقال له رافع ابن مكيث، وكتب يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد أراد أن يتزوج فيهم، يعني عبد الرحمن بن عوف. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوج بنت الأصبغ طماضر، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها، ثم أقبل بها، وهي أي هذه المرأة هي أم أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يتزوج بنت الأصبغ لأنه رأس الناس وأسلم، فأراد أن يعطيه. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الأسياد الذين كانوا أسيادا في الجاهلية، إذا أسلموا يعطيهم شيئا زائدا تكريما لهم، بحيث يظلون على نوع من الإيه من السؤدد الذي كانوا عليه في الجاهلية. ونرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني زينب بنت الحارث، وهي كان أبوها رأس في الكفر، فلما أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أبوها سيد في قومه، أبوها كان سيد في قومه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تعيش حياة السيادة بعد الإسلام أيضا، أن تعيش حياة السيادة بعد الإسلام أيضا. وكذلك صفية بنت حيي، بنت حيي بن أخطب، وكان رأس من رؤوس اليهود، كان رأس بني النضير، ميمونة بنت الحارث، نعم ميمونة، ميمونة بنت الحارث. أيضا صفية بنت حيي بن أخطب، وكان أبوها رأس اليهود، رأس بني النضير. فلما أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لها، يعني يكرمها بذلك، يكرمها بذلك، بحيث تعيش أيضا يعني حياة السيادة التي كانت عليها في الجاهلية، ما تشعر بشيء من النقص يعني. وهنا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يتزوج بنت الأصبغ ليعطيه إيه؟ لأنه عبد الرحمن هنا قائد المسلمين، لما تزوج بنت الأصبغ يصبح الأصبغ مكانة في قومه، يعطي للأصبغ مكانة في قومه، يعني تظل المكانة التي كان عليها في الجاهلية تظل له هذه المكانة أيضا في الإيه؟ في الإسلام بعد أن يسلم. فالإسلام لم يأتي لكي يعني ينقص الناس شيئا، الإسلام جاء يحسن الحسن ويقبح القبيح، فما كان حسنا يزيده حسنا، وما كان قبيحا يزيده إيه؟ قبحا. فمش إن الإسلام جاء يهد الإيه؟ الأمور، يهدم الأمور ويجعل أسفلها أعلاها وأعلاها أسفلها، لا، الإسلام جاء يحق الحق ويبطل
الباطن. هذه السرية فيها بعض الفوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وشفقته عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أجلس عبد الرحمن بن عوف بين يديه ونزع العمامة من على رأسه وجعل له عمامة سوداء، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يلفها بنفسه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، وهو أيضا إمام المسلمين، وهو قائد المسلمين أيضا، وكل الناس كانت تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث ألبس عبد الرحمن بن عوف عمامته بيده. وهذا التواضع منه صلى الله عليه وسلم يرفع من معنوية الصحابة رضي الله عنهم، ويدفعهم إلى بذل المزيد من الطاقة في سبيل خدمة هذا الدين، لأن تلاحم المودة بين القائد وجنوده من أهم عوامل نجاح العمل وتحقيق الأهداف. لا بد أن يكون هناك تواضع، ما يكونش هناك تعالي من القائد ولا غرور ولا تكبر، لأن هذا يجعل حاجز بين القائد وبين الجنود. إذا كان هناك نوع من التواضع بين القائد وبين جنوده، هذا التواضع يجعل مودة موجودة بين القائد وبين الجنود. الأمر الثاني في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف بيان لبعض مقاصد الجهاد وأحكامه. فالجهاد يكون باسم الله تعالى لا بأسماء رموز الجاهلية، ويكون في سبيل الله جل وعلا إعلاء لدينه، لا في سبيل القوم والوطن والمصالح الدنيوية. فأهل الجاهلية كانوا يقاتلون باسم أصنامهم وفي سبيل إعلان شأن قبائلهم وأوطانهم. فلما جاء الإسلام رفع من مستوى المسلمين الفكري، فهجروا رموز الجاهلية ونطقوا باسم الله تعالى وحده، وأصبح القوم الذين يعتزون بهم وينتصرون لهم هم المسلمين في كل مكان. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ونهاه عن الغدر في العهود وعن قتل الولدان. وتلك نماذج من الأدب الإسلامي في الجهاد، هذا أدب لا يوجد في جيش غير الجيش الإسلامي، يعني هذا لا يوجد في أي جيش إلا الجيش الإسلامي. يعني النصارى لما دخلوا بلاد المسلمين في الأندلس قتلوا النساء والأطفال وهدموا البيوت والمساجد، لم يبقوا على شيء، لم يبقوا على شيء، استخدموا كل أنواع التنكيل والتعذيب حتى لم يبقوا في الأندلس أحد، مع أن الأندلس كلها كانت إسلامية ومكث المسلمون فيها 800 سنة، وهذا لم يبقوا منها أحد. هنلاقي هؤلاء النصارى عندما دخلوا بيت المقدس، يعني كان أعداد الناس قليلة، قتلوا 30,000 في يوم واحد، حتى أن الطرقات كانت تسيل دما، بل ما يزيب البيوت كانت تسيل دما من كثرة القتلى المسلمين. رأينا لما دخل الصرب البوسنة والهرسك كانوا يضعون الأطفال في خلاطات الأسمنت ويقطعون رؤوس المسلمين يلعبون بها الكرة، يعني كان يعني قتل يعني بشع، وقتلوا ملايين من المسلمين في هذا. هنجد أيضا في العراق، العراق قتل فيها أكثر من 1,000,000، معظمهم من الأطفال والنساء لما هجمت أمريكا على العراق. في أفغانستان يضربون بكل القنابل المحرمة دوليا، يضربون بها الأطفال والنساء والرجال والمساجد، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني وإذا تسلطوا على المسلمين فهم كذلك. اليهود عندما دخلوا أرض فلسطين ذبحوا المسلمين في مذابح كثيرة جدا، دير ياسين وكفر قاسم وغيرها، حتى في مصر هنا في البحر المتوسط الأسرى المسلمين في المصريين في 67 الأسير لا يقتل، قتلوا الأسرى وأبدوهم وكانوا يقتلون الجرحى ويجهزون عليهم، يعني كان غير المسلمين
لا يوجد عندهم شرف. يعني عندما هجمت روسيا على الجمهوريات الإسلامية قتلوا ملايين، يعني قتل في روسيا أكثر من 40 مليون مسلم في الجمهوريات السوفيتية في الثورة البلشفية اللي كان سنة 1917، ورحل بقية المسلمين إلى سيبيريا، هذه القارة يعني جزء متجمد من الأرض الجليد لا يذوب فيه أبدا، واستخدم المسلمين في حفر الطرق وشقة الطرق والترع والكباري والجسور وفي الأعمال الشاقة بغير أجر. يعني في روسيا الشيوعيين فعلوا ذلك. المقاتل غير المسلم مقاتل غير شريف، لكن المقاتل المسلم مقاتل شريف، مقاتل شريف. لم تحدث حالة إبادة من الجيش المسلم على مدار العصر كله، لم تحدث إبادة من المسلمين، لكن حروب الكفار مع المسلمين حروب إيه؟ حروب إبادة، يعني يريد أن يبيد البلد كلها، يقتل جميع من فيها، يقتل جميع من فيها، لكن حروب الإبادة لا يعرفها المسلمون، لا يعرفها المسلمون. ولو أن هناك حروب إبادة لم يكن نصرانيا واحد في مصر، كانش يفضل واحد نصراني واحد في مصر، لكن وجود هؤلاء، وجود هؤلاء النصارى في مصر والأقليات الكافرة في بلاد المسلمين، وجودها دليل على سماحة الإسلام ودليل على شرف الجندي المسلم، وإلا كان قتل جميع من فيها. حدثت الغلبة للمسلمين والمقاتلين اللي معهم سلاح قتلوا وأسروا، ولم يبقى إلا شعب مجرد من السلاح، معهوش حاجة، يستطيعون إبادته كله، ما لا يبقون على أحد، لكن المسلمين لم يفعلوا هذا. في أي بلد من البلاد عبر العصور كلها ليس هناك شاهد واحد يشهد على أن المسلمين مارسوا حرب إبادة في بلد من البلاد. يقول: ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عن الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ونهاه عن الغدر في العهود وعن قتل الولدان، وتلك نماذج من الأدب الإسلامي في الجهاد. فالقتال نوع من العنف والقسوة، ولكنه بالنسبة للمسلمين الذين طهر الله تعالى قلوبهم من الغل والحسد أمر عارض لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، مش أصلي عندنا، احنا مش بنقاتل عشان نقتل الناس. ولذلك احنا إذا عرضنا عليهم الإسلام فأسلموا بنتركهم وشأنهم على أموالهم وديارهم وأشياءهم كلها، بيبقوا عليه، لا نقاتلهم، لأن القتل عندنا مش هو الغاية، القتال عندنا مش هو الغاية. فنحن نعرض عليهم الإسلام، إذا أسلموا تركناه، إذا أسلموا تركناه. يقول: فالجهاد عندنا حماية المحقين من المبطلين، وليس متأصلا في نفوسهم، ولذلك كان محفوفا بالآداب السامية التي تجعل الإنسان الواحد جامعا بين منتهى القوة والبطش ومنتهى الرحمة والعطف. يعني هو رجل شجاع مقاتل قوي، وبيضرب الكفار المقاتلين ويجهز عليه، ومع ذلك إذا وجد طفلا يحنو عليه، مع أنه هذا كافر، يعني ابن كافر هذا الطفل، لكنه لم يصل إلى سن البلوغ حتى يكون كافرا، فيحنو عليه لا يقتله، لو وجد امرأة لا يقتلها، لو وجد راهب في صومعة لا يقتله، لأن هذا معتزل عن القتال. فهو هنا يمثل صورة من الرحمة، وهنا يمثل صورة من القوة، يمثل صورة من القوة. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لعموم الحاضرين عنده، وحذرهم من الفتن الكبيرة التي تترتب على المعاصي الظاهرة، فبين لهم أن التطفيف في المكاييل والموازين يؤدي إلى القحط والجدب ونقص الثمرات. التطفيف إن الإنسان لما يشتري يحاول يأخذ زيادة عن إيه؟ عن حقه، وعندما يبيع ينقص من إيه؟ من المكيال والميزان، لا يعطيك حقك. يعني إذا أراد أن يبيع لك
ينقص من المكيال والميزان. وهو إذا نفسه هذا إذا أراد أن يشتري يشتري بالإيه؟ بالزيادة. هذا هو التطفيف. إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يقللون. يعني هم في المشتري هو عايز زيادة فوق الكيل فوق الميزان، وإذا جاي يبيع يخسر ينقص المكيال والميزان. هذا هو التطفيف. لو هو لم يكتب كيلو خلاص، انت بتشتري امامك السلعة بتشتريها على ما هي عليه، ولما بتشتري بتشتريها على انها كيلو مكتوب عليها كيلو هي ناقصة، هذا نوع من السرقة في الميزان. لكن اذا قال تقريبا او احيانا يقول عند التعبئة، لان بعض السلع بتتعرض للجفاف بالعرض مدة تتعرض للجفاف ينقص الوزن، فهو يكتب عند التعبئة، واحيانا يكتب ان الوزن قائم واحيانا يكتب الوزن صافي، فانت بتشتري على هذا. لو هو ازيد اقل من هذا اقل من المكتوب هذا نوع من السرقة. لكن تقريبا هو يهرب من ايه؟ يهرب من انه يكون اخذ حقك. هو يكتب كيلو تقريبا، تقريبا يعني هو مش كيلو، قد يكون قد لا يكون، فانت تشتري على هذا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن الكبيرة التي تترتب على المعاصي الظاهرة، فبين لهم أن التطفيف في المكاييل والموازين يؤدي إلى القحط والجد ونقص الثمرات، وأن نقض العهود وعدم الوفاء بها يؤدي إلى تسلط الأعداء على المسلمين، وأن منع الزكاة يؤدي إلى حبس المطر، وأن ظهور الفاحشة يؤدي إلى انتشار الأمراض المهلكة كالطاعون، وأن الحكم بغير ما أنزل الله يؤدي إلى تفرقة الأمة وظهور العداء والقتال بين فئاتها. الأمر الثالث أن كان عبد الرحمن بن عوف مطبقا للسنة في دعوة الكفار إلى الإسلام، فلم يتعجل بقتالهم، وكان من نتائج ذلك أن دخل في الإسلام سيدهم الأصبغ ابن عمرو الكلبي، ودخول الزعماء في الإسلام يعني انتشار الإسلام في أقوامهم. ولقد كانت هذه السرية دليلا على أن المسلمين في العهد النبوي لم يكونوا يتعطشون لسفك الدماء، ولم تكن تغريهم قوتهم وعددهم كما في هذه السرية إلى الطمع في أموال الأعداء، بل كان المطلب الأول الذي استمروا يلحون عليه في كل مواجهة بينهم وبين أعدائهم أن يقوموا بدعوة الأعداء إلى الإسلام، فإذا أسلموا عصموا دماءهم وأموالهم وأصبحوا في الحقوق كأفراد المسلمين. لو أن المسلمين متعطشين للدماء كانوا هجموا على دومة الجندل وقتلوا من فيها وأخذوا الغنائم، يبقى هنا مقصود أنهم يأخذوا الغنائم والسبايا وغير ذلك. لكن مكث ثلاثة أيام كل يوم يدعوهم إلى الإسلام، هو يقولوا له لا نقتلك، فينتظر مرة ومرة ومرة إلى أن أسلموا. وجاء في آخر هذا الخبر أن عبد الرحمن بن عوف كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الزواج من إحدى نساء بني كلب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه أن يتزوج بنت سيدهم، بنت سيدهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وجه عبد الرحمن بن عوف إلى الزواج ببنت سيد الأعداء إذا استجابوا لدعوته، وهذا هو الظاهر الذي اعتمده بعض المحققين كالإمام الذهبي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يتزوج هو وقادته ببنات سادة القبائل، لأن في ذلك كسبا كبيرا لدعوة الإسلام، حيث تكون المصاهرة سببا في القرب وامتصاص أسباب العداء ثم الدخول في الإسلام، ثم الدخول في الإسلام. يعني يصبح
هذا الأمر له أثر كبير في نفوس القبائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ميمونة بنت الحارث، وكانت هذه المرأة كانت رضي الله عنها بركة على قومها، لما هي كانت يعني أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قومها وقعوا أسرى في أيدي الصحابة، أيدي الصحابة، فالصحابة أطلقوهم وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا حنسبي ونستعبد أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلقوهم، فكان سبب في إسلام بني الحارث بسبب يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة بنت الحارث. وهذا يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن تعامله مع الأحداث، إنه كان يتعامل مع الأحداث بما يليق بها. السرية التي كانت بعد ذلك وهي سرية بني سعد بفدك، وفدك قرية يعني قريبة من خيبر، بينها وبين المدينة 6 ليال، يعني في المسير 6 ليال، يعني هي قريبة من خيبر. وهذه الغزوة كانت في شعبان سنة 6، كانت في شعبان سنة 6، أيضا هذه في شمال المدينة، يعني خيبر في أيضا في شمال اللي في شمال المدينة، يعني عندنا في شمال المدينة خيبر وتيماء وتبوك والمؤتة. مؤتة أقرب شيء لإيه؟ للشام، أقرب شيء للشام في الشمال خالص. مؤتة كانت سنة 9، مؤتة كانت سنة كانت نعم مؤتة، نعم مؤتة في تبوك هي 9، أي مؤتة 8، تبوك 9، تبوك قبل مؤتة، يعني في الموقع قبل مؤتة. ودومة الجندل دي كلها مدن في الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم بيهاجمها علشان يرعب مين؟ قيصر، اللي هم قيصر الروم، اللي هو كان في الشام، كان في الشام. وأما بلاد فارس فكانت ناحية ناحية العراق وإيران وكذا، كان فيها مملكة فارس، فهو كان يهاجم لإرعاب القيصر الروم، وده كان تمهيد أيضا لقتال الروم. هو كان غزو تبوك كان المقصود منها يعني غزو الروم، ولكنهم هربوا، وغزوة مؤتة حدث لقاء مع الروم وكاد المسلمون أن يهزموا فيها، وقتل القادة 3 اللي عينوا فيها، وكان زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، والثلاثة قتلوا، وأخذ الراية خالد بن الوليد بغير إمرة، وفتح الله عليه أنه انسحب بالجيش. هذا كان فتح، أنه استطاع أن يعود ببقية الجيش سالما، لأن كانت قوة الروم كبيرة جدا. فأيضا الخيبر في الشمال، والفدك هذه أيضا كان في الشمال بجوار يعني خيبر، وكانت هذه في شعبان سنة 6. وقال حدثني عبد الله بن جعفر عن يعقوب بن عتبة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام في 100 رجل إلى حي سعد بفدك، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار الليل وكمن النهار حتى انتهى إلى الهمج. الهمج منطقة بين خيبر وفدك، بين خيبر وفدك منطقة ماء يعني. فأصاب عينا، عين ماء، فقال عينا، العين هنا جاسوس، فأصاب عينا يعني جاسوس، العين هذه لفظ إيه؟ مشترك، لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى. العين هي عين الإنسان، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على الجاسوس.
فقال فأصاب عينا فقال ما أنت؟ هل لك علم بما وراءك من جمع بني سعد؟ قال لا علم لي به. فشدوا عليه فأقر أنه عين لهم، بعثوه إلى خيبر يعرض على يهود خيبر نصرهم على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم، ويقدمون عليهم فقالوا له فأين القوم؟ قال تركتهم وقد تجمع منهم 100 رجل ورأسهم وبر ابن عليم. قالوا فسر بنا حتى تدلنا. قال على أن تؤمنوني؟ قالوا إن دللتنا عليهم وعلى سرحهم أمناك، وإلا فلا أمان لك. قال فذاك. فخرج بهم دليلا لهم حتى ساء ظنهم به، وأوفى بهم على فدافد وآكام. على فدافد وآكام، الآكام هي الجبال الإيه؟ الصغيرة المستوية، جبال الصغيرة المستوية. على فدافد وآكام، ثم أفضى بهم إلى سهولة، فإذا نعم كثير وشاء، نعم يعني من الأنعام يعني، فإذا نعم كثير وشاء، فقال هذا نعمهم وشاؤهم، فأغاروا عليه فضموا النعم والشاء. قال أرسلوني؟ قالوا لا، حتى نأمن الطلب، يعني حتى نأمن الطلب، يعني أن يطلبنا الجيش، يعني يسير خلفنا أو يسعى إلينا. ونذر بهم الراعي رعاء الغنم والشاء، فهربوا إلى جمعهم فحذروهم فتفرقوا وهربوا. فقال الدليل على ما تحبسني؟ قد تفرقت الأعراب وأنذرهم الرعاء. قال علي عليه السلام لم نبلغ معسكرهم، فانتهى بهم إليه فلم يرى أحدا، فأرسلوه وساقوا النعم والشاء. النعم 500 بعير و1000 شاة، يعني في هذه السرية. وقال الواقدي حدثني أبير بن العلاء عن عيسى بن عليلة عن أبيه عن جده قال إني لبوادي الهمج إلى بديع ما شعرت إلا ببني سعد. بديع أيضا مكان في فدك، يحملون الظعن وهم هاربون، فقلت ما دهاهم اليوم؟ فدنوت إليهم فلقيت رأسهم وبر بن عليم، فقلت ما هذا المسير؟ قال الشر، سارت إلينا جموع محمد عليه الصلاة والسلام وما لا طاقة لنا به قبل أن نأخذ للحرب أهبتها، وقد أخذوا رسولا لنا بعثناه إلى خيبر فأخبرهم خبرنا وهو صنع بنا ما صنع. قلت ومن هو؟ قال ابن أخي، وما كنا نعد في العرب فتى واحدا أجمع قلب منه، يعني في قوة القلب والجسارة، لكن اعترف. فقلت إني أرى أمر محمد أمرا قد وغلظ، أوقع قريش فصنع بهم مصع، ثم أوقع للحصون يثرب بين قاع ونظير قريظة، وهو سائر هؤلاء بخيبر. فقال لي وبر لا تخشى ذلك، إن بها رجالا وحصونا منيعا الماء الوات والمستمر الذي لا ينقطع، يعني عندهم ماء لو تحصنوا في الحصون ما فيش مشكلة، عندهم ماء لا ينقطع. لا دنا منه محمد أبدا، ما أحراه أن يغزو في عقر داره، فقلت ترى ذلك؟ قال هو الرأي لهم. فمكث علي عليه السلام 3 ثم قسم الغنائم وعزل الخمس، وصف النبي صلى الله عليه وسلم لقوحا لقوحا تدعى الحفدة قدم بها علي رضي الله عنه. وفي هذا خبر مثل من خبرة النبي صلى الله عليه وسلم الحربية ودقة رصده لأعدائه، فقد علم عن تحركات بني سعد الفدك التي أرادوا بها إمداد يهود خيبر الذين قد عزموا على غزو المدينة، فأرسل هذه السرية بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتفريق جمعهم والقضاء على قوتهم قبل أن ينالوا مقصدهم. وقد نجح علي رضي الله عنه ومن معه رضي الله عنهم
في تفريق جمعهم وإرهابهم وشل قوتهم لما غنموه من أموالهم التي يستعينون بها في الحرب. وهكذا يكون التخطيط الحربي السليم، وذلك بقطع الطريق على تجمع الأعداء الكبير حتى لا يتقوى بالإمدادات الحربية الصغيرة. وهذا يعرف يعني في السياسة الشرعية، وهو منع ضرر قبل وقوعه، يعني قاعدة لا ضرر ولا ضرار من القواعد الشرعية العظيمة، وهي من قواعد السياسة الشرعية. وهذه القاعدة تقتضي دفع الضرر في أربعة أحوال: دفع الضرر قبل وقوعه، ودفع الضرر عند أول وقوعه، ودفع الضرر عند وقوعه، ودفع الضرر بعد وقوعه. فدفع قبل وقوعه مثل هذه الحالة: أنت تعرف أن عدو يتجهز لك فتبادره قبل أن يأتي إليك، فتدفع عن نفسك الضرر، لأنك إذا انتظرته هجم عليك واستفحل أمره، وربما ترتب على ذلك خسائر كبيرة. وهذا في قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا يمنع وقوع الضرر عليك، فهذا منع الضرر قبل وقوعه. وأما منع الضرر عند أول وقوعه، عند أول وقوعه، وهو استشعارك أن هناك ضرر يمكن أن يحدث فتبادره لمنعه في أول وقوعه. وهذا مثل حال أبي بكر رضي الله عنه مع المرتدين، أول ما شعر بالردة جهز الجيش لقتال المرتدين، والصحابة كلهم كانوا يثنون أبا بكر عن القتال، ويأمرونه بالتمهل والروية وغير ذلك، وهو عازم أن يقاتلهم، عازم أن يقاتلهم. وهذا يعني القرار الصائب. لذلك عمر يقول: فلما رأيت أن أبا بكر عزم على القتال علمت أن الله شرح صدر أبا بكر للقتال، علمت أنه الحق. وفعلا هذا هو الحق. لو أن أبو بكر انتظر كان أمر المرتدين هيستفحل، وحينضم إليهم ناس ويتقوون ويجهزون أنفسهم وينظمون صفوفهم، وبعد ذلك تكون حروب شديدة، حروب شديدة. لكن أبو بكر فاجأهم قبل أن يجهزوا أنفسهم وقبل أن يرتبوا أحوالهم وكذا، فقضى على الردة في أوله. وهكذا أن الضرر يدفع عند أول وقوعه، والضرر يدفع عند وقوعه. وهذا مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجل أتاني ليأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أتأتني؟ قال: قتل. هذا دفع الضرر عند إيه؟ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فهذا دفع الضرر عند وقوعه. أما دفع الضرر بعد وقوعه، وهذه قضية ممكن يكون غير متصورة عند الناس، لكن هناك دفع ضرر بعد وقوعه، وهو إلزام من أحدث الضرر بإصلاح بإصلاح الضرر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتلف شيئا فعليه إصلاح. فإذا أصلحه عاد إلى صورته قبل الإيه؟ قبل الضرر، عاد إلى صورته قبل الضرر. فهذه قاعدة شرعية. وذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك في دفع الضرر قبل وقوعه، إن شايف جيش بيتحرك فيفاجئه قبل أن يرتب حاله، لأنه لو تركه حتى يترتب ويأتي إلى بلادنا تقع مفسدة كبيرة، وذلك يدفع هذا الفساد قبل أن يقع. هنكتفي بهذا القدر، ونقف عند سرية بني فزارة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله.